اهلا بيكم. عندنا كارثه كبيره جدا في العالم دلوقتي مخيفه، اسمها سمنه المراهقين، سمنه الاطفال. الكارثه دي يا جماعه هتقروا او هتعرفوا عواقبها الوخيمه في المستقبل القريب. السمنه هتقفز قفزه كباره لو استمر الوضع على ما هو عليه. ولو احنا شفنا طبعا العوامل اللي بتساعد الاطفال، احنا شفنا فيديو لطيف جدا عن كانتين المدرسه. زمان كانتين المدرسة كان بيقدم وجبات صحية، دلوقتي كله طبعا مغلف ومعلب لأنه الناس خايفة من المسؤولية. بيني وبينكم برضو هعمل أكل، الأكل يطلع فيه مشكلة، حاجة تبوظ، مش عارف إيه، الولد يحصل له حاجة. لا، الحاجة مغلفة ياخدها الولد، والمغلف غالبا هذه المغلفات، هذه الأكياس كلها فيها كوارث، ملح بكميات، كميات كربوهيدرات غير عادية، سكريات، مواد حافظة، والطفل عمال يتخن. شايفين الفرق بين الطفلين؟ ده ان بياكل صحي خلاص هو علمه، والبنت اللي على اليمين بتاكل صحي، البنت الرفيعة. طبعا احنا عندنا برضو في فكر الأسر العربية والمصرية، وده انا بشوفه كتير قوي، تلاقي الولد رفيع كده ويعني شيك وسمباتيك زي ما بيقولوا يعني، وامه تقول لك بص مسلوع ازاي، شوف اخوه او شوف ابن عمه، جايبه بقى ابن عمه واد ايه اللي هو بقى كرش الولد. انا بكلمكم بقى كلام يعني بسيط يعني، وفرحانين بابو كرش وسايبين الولد، وبيتهموا الولد الرفيع الرشيق اتهامات يعني ايه اللي هو توديه في 60 داهية. انت سلعوة، انت صغنن، انت رفيع، انت مش سفيف، انت، ويسموه بقى السفروت الصغير، يعني يطلقوا عليه الفاظ تنمرية في منتهى الغباء. التصرف ده الولد بيبقى عنده رغبة ان هو يدخن ويدخل في مشكلة ويوصل لسمنة. والحل هنا هنفهمه بالتفصيل مع ضيفي العزيز، خيمة علمية كبيرة والاسم اللامع، واحد من ميجا ستار عالم جراحات السمنة، مبدأ دايما في حواره وبستمتع بآراءه العلمية الجميلة المتميزة للغاية، الاسم القدير الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، زميل كلية الجراحين الملكية الإنجليزية وعضو كلية الجراحين الأمريكية، وصاحب أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الـ SRC، واحد من الميجا ستار لهذا العالم في الوطن العربي. اهلا بيك. اهلا دكتور كريم، منورني. اهلا وسهلا، وسعيد جدا بهذه الزياره. انا اللي سعيد بحضرتك وكل الساده المشاهدين. النهارده انت اخترت ان تتكلم على تاثير السمنه على الاطفال وجراحه السمنه في الاطفال، فانا عايز ابدا بمنطقه تاثير السمنه على الاطفال والقصص التي تسمعها عندك في روايات الامهات والاباء عن اولادهم. في البداية اسمح لي ان انا احيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة في الاطفال هي يعني يمكن موضوع مزعج للأسرة المصرية، وكمان هو مزعج للطفل نفسه نفسيا وصحيا. يعني طبعا احنا الاطفال هم مش بعيد عن الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة، سواء الامراض العضوية زي السكر والضغط ومشاكل الكبد التدهني، مشاكل التنفس زي صعوبة التنفس أثناء النوم اللي أسرق سليب أبنية، دي من بعض الأمراض. يعني يمكن مشاكل التنفس أثناء النوم مش بعيدة عن الأطفال كلهم اللي هم مصابين بالسمنة المفرطة، أن تلاقي طفل مش عارف ينام على ظهره، يعني هو مش قادر ياخد نفسه لأنه عنده صعوبة في النفس أثناء النوم في التنفس، وتلاقيه طول الوقت طول اليوم هو مرهق وتعبان، ويمكن بينام على الديسك بتاعه في المدرسة بتاعته، وتلاقيه مش قادر يحصل دراسيا زي الناس التانيين. وده كمان ممكن يأثر على القلب، يعني بيرفع ضغط الشرايين طبعا، ويكون عرضة كمان للإصابة بأمراض القلب، وإصابة كمان بارتفاع ضغط الدم زيه زي أي ناس تانية. يعني السمنة في السن الكبير بتصيب الناس بنفس الأمراض. قد يصاب برضو بأمراض السكر في سن مبكر. فطبعا يعني دي بعض الأمراض اللي هي احنا يمكن مش بنذكر كل الامراض زي المفاصل، وطبعا هتلاقي بقى في مشاكل قد تكون مش عضويه، قد تكون نفسيه بسبب يمكن زي الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه، اللي هو الاطفال طبعا بيستهلكوا كميه كبيره من الحاجات اللي هي بتزود الوزن، وبعد كده المجتمع يجلدهم، وبعد كده يدخلوا في دايره مفرغه بقى من الاكتئاب او البعد عن المجتمع والانحصار في خانه قد تؤدي الى انفصالهم تماما عن المجتمع. فمشكلة كبيرة الحقيقة. السؤال دايما الأسر بتفكر فيه،
الولد ده مناسب له اجراء جراحه سمنه سنيا؟ ده انا مش عايز اقول لحضرتك الجايد لاينز يمكن فتحت الامور على مصراعيها بالنسبه للاطفال من سن 6 سنوات. احنا مش هنستعجل، بس يعني بقول الجايد لاينز تقول ايه، او الانترناشنال يعني جايد لاينز او البوبليكيشنز بتقول ايه. وده يمكن عن طريق المنظمات الكبيره زي الاي اس ام بي اس الامريكان سوسايتي اوف ميتابوليك اند بيريدريك سيرجري، دي بتقول الجايد لاينز بالنسبه للاطفال والادوليسنت من سن 6 سنوات. بس طبعا احنا في المجتمع العربي احنا مش هنعمل ده، يعني يفضل ان احنا الطفل بتاعنا يكون عارف هو بيعمل ايه مش قبل 10 ل 11 سنه، على ما يبتدي الطفل يكون عارف بس ايه اللي هو هيعمله فيما بعد العمليه. لان طبعا احنا ولازم يكون كتله الجسم اللي احنا ال40 من غير مضاعفات، يعني كتله الجسم بتاعته، او 35 مع مضاعفات للسمنه زي دي الجايد لاينز الانترناشنال. وطبعا يعني يفضل يتحط على مؤشر النمو بتاع الاطفال، يعني لو سن مش قبل 15 16 سنه يتفضل يتحط على تشارت، شوف البادي ماس اندكس بتاعه ده اكتر قد ايه، في التشارت كده بتاع النمو بالنسبه للاطفال يحطوه عليه ويشوفوا قد ايه. لو اكتر من 140 بيبقى محتاج جراحه سمنه بدون اي طبعا حاجات صحيه. يعني لو هو اكتر من معدل 140 في التشارت ده، احنا ما بندورش بقى عنده اوبستركتس للابنيا ولا عنده ضغط ولا عنده سكر ولا كوليسترول ولا تقوس في المفاصل ولا صعوبه في النفس، انه ما بندورش على الكلام ده، المفروض يعمل عمليه على طول. او انه يكون اكتر من 120 بس ما يكونش عنده بقى، يكون عنده شويه مضاعفات، يعني يكون عنده حاجه تستدعي اجراء العمليه. يعني احنا عايزين نلخص الامور ان هو لو الطفل بتاعنا احنا حاسين ان هو سمين او مليان او وزنه زايد فوق الوزن الطبيعي، العيادات كلها المتخصصه في علاج السمنه بتحطه، بتشوف وزنه وطوله وتحطه على التشارت، وبعد كده تشوف هو انديكيتد ولا لا. طبعا لازم برضو ان احنا نستوعب الطفل نفسيا، ونستوعب الطفل برضو بالفحوصات اللي هي تستبعد وجود اي خلل هرموني قد يؤدي الى الاصابه بالسمنه. يعني محتاجين نستبعد الحاجات زي بتاع الغده الدرقيه، الكورتيزون، يعني دي حاجات لازم تتحط في الاعتبار. النمره الثانيه انه الاسره لازم يتم تقييمها مظبوط، لانه العمليه بتاعه السمنه في الاطفال قد تعود بزياده وزن الى نسبه قد تصل الى 14% according للبابليكيشنز وكل النشر الدولي. 14% من الناس اللي هم بيعملوا عمليات في الاطفال بيرجعوا تاني زياده في الوزن لعدم الاكتراث بالتعليمات. وفتره زمنيه اللي هيعيشها مع العمليه، ما احنا بنتكلم على واحد هيعمل سنه صغير، سنه صغير، فهيقعد طول عمره معرض لشبح العودة للسمنة. عشان كده دور الأسرة، الطفل طبعا ربما ما يكونش عنده اكتراث بالتعليمات، أو ما يكونش عنده اكتراث بنوعية الأكل اللي يأكلها، يعني طبعا لازم الأسرة هي نفسها يتم تقييمها. إذا كان في فاميلي سبورت إحنا هنكمل، ما فيش فاميلي سبورت أو الطفل يعني ملوش رعاية أسرية كافية، يعني الأسرة مشغولة، أو يعني طبعا دي يفضل إن إحنا في بعض الحالات المفروض إن إحنا نستبعدها. بالنسبه لانواع جراحات السمنه، طبعا احنا يمكن الجايد لاينز هي بتقول احنا طبعا افضل الحلول هي عمليه التكميم على الاطلاق، وهناك بعض الاراء ان بيتكلموا على عمليه تحويل مسار المعده المصغر او الكلاسيكي في بعض الحالات الصحيه التي تستدعي ذلك، ودي مش مشهوره قوي. يعني طفل عنده ارتجاع شديد في المريء، عنده فتق في الحجاب الحاجز، عنده اسفوجايتس او ديسبليزيا في الاسوفاجس، او يعني التهابات في المريء، طبعا ده انت مش هتعمل له تكميم، انت يفضل تعمل له بقى تحويل مسار معده مصغر او كلاسيكي. في ديبيت، لكن احنا الحقيقه هو رقم واحد في اختيارنا في عمليات السمنه في الاطفال هو عمليه التكميم فقط اذا لم يثبت العكس، او يثبت استدعاء عمليه ثانيه، يعني زي تحويل مسار لم يكن لها، ما عنديش ارتجاع، ما عنديش فتح حجاب حاجز، ما عنديش ديسبليزيا، ما عنديش باريتوسوفاجس، خلاص احنا بنكمل في التكميم. تكميم العمليه من العمليات البسيطه، من العمليات اللي هي لا تؤثر على النمو. على فكره هم كل النشر الدولي واكوردنج للايفيدنس بيزد يعني لا تؤثر على النمو، ولا تؤثر على الصحه الانجابيه، ولا تؤثر على النمو العام بالنسبه للطفل سواء هرمونيا او جسديا او يعني بالنسبه للانجاب. فطبعا عمليه تكميم المعده ما هي الا تصغير لحجم المعده، بنشيل جزء من المعده، بنبقي جزء صغير ناكل فيه، بنشبع منه، والجزء اللي اتشال بيتشال بهرمونات الجوع اللي هي بتخلي فيه يعني شراهه للاكل، او يبقى الجوع باستمرار. طبعا دي بتشال بنسبه 80%، بتلاقي الطفل ابتدى يشبع بسرعه، ما بيجوعش على فتره كبيره. عمليه التكميم كمان من العمليات التي يمكن اجراها من فتحات صغيره جدا، يعني فتحات حتى باستخدام المنظار بقى اللي هو ال5 مللي،
ممكن تستخدم ثلاث فتحات، يعني تستخدم 5 مللي يمين 5 مللي شمال، وبورت الكاميرا في فوق السره، دول في ثلاث فتحات صغيرين جدا. طبعا قد يكون جراح بيسمعني، انت بتعمل عمليه التكميم من ثلاث فتحات ازاي؟ بورتين 5 وبورت 10. هي ببساطه انت بتدخل الكاميرا من البورت ال10 اللي هو فوق السره، وبتشتغل من البورتين ال5 مللي يمين وشمال وركينج بورتس، وبتاخد الليفر بترفعه بقى بغرزه من الدايفريم بحيث تعمل ليفر تراكتور. انا بخاطب كاطباء طبعا، يعني عشان يعني الشباب الجراحين بترفع الكبد بغرزه من الليفت كراس اوف دايفريم، بتطلعها بره البطن، فبتستعوض عن ده بدل ما تدخل التراكتور فوق، خلاص الغرزه دي استخدمتها. انت في عاده في الاطفال بتتفك ساعتها وما بتبقاش يعني نمره اثنين، انت مش محتاج اسيستنت في معظم الحالات، لو وزن 120 130 كيلو ما انتش محتاج اسيستنت، فاذا ممكن تشتغل من بورتين 5 و5 و1 سم او 1.8 مللي. بتشتغل بتسلك المعده التسليكه العاديه بايديك الاثنين. طب انا عايز ادبس دلوقتي المعده اعمل ايه وانا بستخدم ثلاث بورتات بس؟ بتاخد البورت الخامسه، بتلزم تستخدم عدسه تلسكوب 5 مللي، بتدخله مكان ايدك الشمال، وبتشتغل بقى بايدك اليمين من البورت اليمين وايدك الشمال من بورت الكاميرا اللي هو كان كاميرا، وبتكمل بقى العمليه بتاعتك. طيب انا بقى لو عايز اعمل خطوه تاكيديه اسمها لو انت الفيكسيشن، احنا بنثبت طبقه الدهون على المعده اللي احنا عزلناها، بنفصلها وبنخيطها تاني في المعده الجديده. دي بتخيطها ازاي؟ ترجع تاني بعد ما شلت المعده، ترجع تاني الكاميرا في البورت السره، وبتشتغل من البورتين اللي هو اليمين والشمال، ترجع لنفس الستيب. فطريقه سلسه جدا، واحنا بننشرها اللي هي ريديوس بورتس سليف سواء في الكبار او الصغيرين، ان انت تعمل من فتحات 5 مللي دي بنشرها يعني قريب جدا ان شاء الله تكون منشوره دوليا باذن الله. دايما الام والاب هيسالك سؤال، يعني في اجراء زي ده قص المعده زي ما بيسموه في اخواننا في الدول العربيه، او تكميم المعده زي ما مشهور في مصر، او جاستريكتومي او سليف زي ما انتوا تحبوا تسموها، هل في خطوره على صحه هذا الطفل؟ لان هم دايما الاسره عندهم تخوف ان الولد بعد العمليه سيعاني من نقص ما، معرفش جايبين الفكره دي منين، رغم انه علميا المفروض ما يحصلش. انا اقول لحضرتك، هو الفكره انه العمليات السمنه عموما سواء تكميم المعده او تحويل المسار بتمشي في طريقين. طريق ان انت تعمل عمليه كويسه، تاكل وتشرب كويس، هي تقنيا معموله كويس، فتاكل وتشرب كويس فانت صحتك عاديه، انت ما تاثرش، بالعكس انت تخس وزن، مفاصلك تشيلك اكتر، صحتك تتحسن، سكر يروح عنك، ضغط يروح، التهاب الكبد يروح، فتلاقي نفسك صحيا احسن، تتحسن. وطريق تاني العمليه تبقى معموله غلط، تلاقي دي فيها ضيق، فيها ارتجاع، فيها تويستنج او التواء، فتلاقي العيان بيرجع طول عمره وهو فاهم ان الارتجاع ده حاجه من ضمن الحاجات بتاعه التكميم، وده غلط. فهو طول عمره حاسس انه مش قادر ياكل، بس هو حاسس ان ده جزء من العمليه، فالعمليه الخاطئه بتؤدي الى نتائج خاطئه، وهو ده اللي على فكره بيسوق سمعه العمليه، لان طبعا في متغيرات كتيره يعني. لكن انا عايز الخصه ان العمليه الكويسه هتبقى تاكل كويس، هتعيش طبيعي كويس جدا، العمليه السيئه هتاكل وحش، وطبعا هتستهلك جسمك، انت مش قادر تاكل حاجه من بره، وبالتالي الجسم بيستهلك الجسم بتاعه، وبالتالي بتحس ان هو مريض تعبان كسلان، يعني هو كده. فطبعا دول الناس اللي هم بيشتكوا من ارتجاع شديد، او عندهم فتق في الحجاب الحاجز، او عندهم ضيق، عندهم التواء، دول محتاجين عمليه اعاده اصلاح، يعني ده وضع مش طبيعي. عايز اكد نقطه كمان، بسبب ان الارتجاع بنسبه مثلا 70% موجود في الناس اللي عندهم سمنه ما عملوش عمليات اصلا، هو لما بيعمل عمليه الارتجاع ده اصلا موجود معاه، وقد يكون عنده فتق في الحجاب الحاجز بعد عمليه التكميم تؤدي الى صعوبه في البلع شديده، هو مش عارف الفرق ما بين الارتجاع اللي هو قبل العمليه وبعد العمليه، هو متعود عليه اصلا، وبالتالي ده يؤدي الى يعني يمكن تفاقم الحاله المرضيه بالنسبه له، وتلاقيه طبعا تعبان ومش قادر ياكل طول الوقت، وبينتهي بيه الامر الى زي ضعف عام في الجسم، وتلاقيه طبعا محتاج لعمليه اعاده عشان يصلح الوضع ده. فطبعا مفيش خوف خالص، العمليه احنا بنجتهد ان تتعملها في مكان امن بامكانيات كافيه، لان في متغيرات كتيره، متغيرات زي الجراح، الجراحين مش زي بعض، المستشفيات مش زي بعض، المستلزمات الطبيه والدباسات مش زي بعض، التقنيات مش زي بعض، الخبره مش زي بعضها، يعني هتلاقي في فاريشنز. نورت وشرفت واوضحت يعني ابدعت كعادتك، ووضحت لنا منطقه انا شايف على فكره انه جراحات السمنه في الاطفال هتاخد باع كبير جدا في الفتره القادمه، نظرا لتزايد المشكله. احنا عندنا مشكله قوميه كبيره جدا، ان الاولاد الصغيرين فعلا الوزن بتاعهم بقت فيه مشكله. انا بشوف الاولاد
ما بقاش زي الاول رشاقه والى اخره، لا الولاد كلبصوا كلبصوا. واحد في كل 5 اطفال في العالم عنده وزن زياده، عنده سمنه مفرطه، فنسبه كبيره يعني حاجه. ارجوكم يا جماعه ارجوكم انتبهوا لقصه السمنه في الاطفال لانها شيء مخيف جدا. وعلى فكره ما تتنمروش على الطفل، يعني في مسلسل كان جاي قريب جدا موجود مشهور قوي، المسلسل ده فيه طفل مش طفل مراهق 13 14 سنه بيعاني من سمنه مفرطه. طول المسلسل في تنمر على هذا الطفل، لان ثقافه طبعا المسلسل دمه خفيف والتنمر بكوميديا، لكن احنا نقلنا للناس فكره مخيفه جدا اللي هي ايه، استساغه وسهوله التعامل مع الطفل السمين بطريقة معينة وكأنه يعاني من مشكلة معيبة. هو بيعاني من مشكلة صحية لكن لا تعيبه هو نفسه في شيء. والتنمر عموما جريمة لا تغتفر. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية الإنجليزية، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، وصاحب تصنيف الجودة الدولي الأعلى في جراحات السمنة SRC. نورت شكرا وشرفتنا وسعدت جدا دائما بالحوار معك. شكرا، خليكوا دائما مع الدكتور. بقالي 2 أو 3 كده الوزن بيزيد معايا، وكنت بحاول اعمل ريجيمات وكده لكن مفيش طبعا نتيجه. جسمي قبل التخن بس مش قبل التخسيس، حركه بتقل وبتعب من اي مجهود، ما كنتش بقدر اقف في المطبخ يعني ربع ساعه وعايز اقعد، ما بقف شويه ضهري بيوجعني ورجلي بتوجعني. لا هو الوزن عندنا احنا في العيله كلها كده، واللبس برده ما بعرفش البس اللي انا عايزه البسه، والحركه خروجات اللبس طبعا عدم خروج، ما كنتش بخرج كتير، واللبس ما بعرفش اجيب اي حاجه زي اي حد البس. خالد شعبان فاضل، عامل عمليه بقالي 3 شهور ونص، كان وزني قبل العملية 148 وبعد العملية دلوقتي بعد 3 شهور ونص 118. اسمي انزي خالد شعبان، عاملة العملية بقالي 4 شهور ونص، وزني كان 125 ودلوقتي 94. اسمي امل احمد قصم، عاملة عملية تكميم من 4 شهور ووزني كان 113 وبقى 86. انا اسمي ايمان شعبان، عاملة عملية التكميم عند الدكتور كريم صبري بقالي دلوقتي 4 شهور، خسيت في ال4 شهور دول 27 كيلو. انا اسمي صلاح محمود احمد قصر، عامل عمليه بقالي 4 شهور، وزني كان 130 دلوقتي وزني 99. صراحه انا بقالي 3 شهور ونص ونازل 30 كيلو، انا ما كنتش متوقع ان انا انزل 30 كيلو دول. صحتي تمام للاحسن وتمام، لو قعدت 100 سنه اعمل ريجيم عمره ما كان وزني هينزل بالطريقه دي. والواحد يعني حاسس ان صحته بترجع تاني احسن من الاول. انا كنت الاول ما كنتش بعرف اخرج، ما كنتش بعرف البس اللبس اللي انا عاوزه خالص، دلوقتي بلبس اي لبس على مزاجي. حياتي برضو مع ماما اتغيرت في البيت، وبقيت اقدر اعمل مصالحي واعمل اللي ورايا وكله. حسنت كتير للافضل في النوم، في المشي، في الحركه. طبعا الحياه اتغيرت والدنيا اتغيرت ويانا وبقينا كويسين. كنت اغير كتير في لبسي، الاول ما كنتش بعرف اشتري لبس ودلوقتي بعرف. في اللبس كمان المقاسات كلها صغرت. كنت عامله العمليه انا وماما وعمتي وبابا وابن خالي ومرات خالي، وكلنا تمام الحمد لله وكويسين. كنت اغير كتير في حياتنا كلنا بعد العمليه. والحياه حلوه، وبنشكر الدكتور كريم على وقوفه معانا والفريق الطبي. بمجرد ما بنتصل بيهم بيردوا علينا فورا، وفي استجابه لاي اتصال واي استفسار عن اي حاجه ما بيتاخروش عننا خالص. نشكر الدكتور كريم صبري على كل حاجه يعني الحمد لله. الدكتور كريم بقى صاحب رسمه السعاده على وجوهنا والله.